ضيف اليوم احدى الوجوه الاعلاميه البارزه في قناه حنا بعل، الاعلامي بشير اليوسفي. مرحبا بشير. مرحبا سميه. مرحبا. شحوالك؟ مرحبا والله سافا. قبل ما نجي ما توا انا ضيوفي الكل يبدا سافا، نحس زاده فما حتى زيتاسيون. ساعات واحد يقول لي قبعت مزاج، يقول لك راني مريض، بعد ما يحس يقول لك راني مريض. معناها اسي بوان تخوفك وجينا بشيره؟ لا مش تخوف، ما حصلت. حصلت؟ اي حصلت، خاطر كنت مش في بالي جاي الكوجينا. باش ربما معناها نعطي شتيخو تعطي في الحديث. اما انا باش نكون انا في الوضعيه هذيا وانا نطيب، معناها فريمون معناها من علامات الساعه. انا يعجبوني ضيوفك كي ما يعرفوش الكونسيبت نتاع البرنامج. بالحق كيما بشير اول مره عملوه ما كانش حاضر معنا، دونك سنايا بشير راهي دباره باش تكون من يديك انت. معناها انت باش تغسل البصل، وانت باش تطيب، وانت باش تحرك، انت باش تعمل كل شيء. الشيف لطيفه جوست باش تعمل لك كاكاو. وانا عندي الحق نغادر ولا لا؟ لا سي ربي مع الزوالي. اول ما تبدا لما تقول باش تقص البصل هما يزيدوا يتفجحوا. ما تقول لهم اسمع لي ربي جد في البصل، باش تبدا بالبصل وعينيك باش الدمع، باش تحس بالمدام وقت اللي تبدا تقص البصل وتصنف وطيب. انا اليوم دي في نتاعي ان المدام تاعك تفرج فيا، تحب تخليك تروح طيب انت مش لي مش كل ليله، لكن تدخل كوجينا صباحا والا مساء او حتى يوم الاحد وطيب شويه. انتم باذن الله انتم بقدره ربي بعد الحصه هذه عملتوا في عمله كبيره، لاني انا من اللي عرست ما ندخلش الكوجينه. احكي جدك. ما عندي حتى علاقه بالكوجينه. شنو شيء عظمه في الزيت ما نعملهاش. انا الاختصاص نتاعي ناكل اكحه.